والآن إلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. الأهلي يطرح تذاكر مباراة مونانا الخميس المقبل قبل مواجهة 6 مارس. الأخبار، الأهلي يجهز إجراءات سفر لاعبيه للجابون لمواجهة مونانا. وفي الوفد، الأهلي يدعو محافظ القاهرة لافتتاح البطولة الإفريقية للطائرة. المصري اليوم، مونانا يحدد موعد مواجهة الإياب أمام الأهلي في دوري الأبطال. الشروق، الأهلي بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والخطيب يجتمع بلجنة تنمية الموارد. اليوم السابع، الأهلي يجهز سعد سمير لموقعة مونانا الجابوني بدوري الأبطال الإفريقي. الوطن سبورت، جهاز الأهلي يطالب لاعبيه باقتناص الفوز من الداخلية. فيتو، عبد الحفيظ يتواصل مع سفارة مصر بالجابون لإنهاء ترتيبات وصول الأهلي. يلا كورة، أيوب طالبنا اللاعبين بحسم الدوري أمام الداخلية وإنبي، وسعد جاهز للمشاركة. يورو سبورت عربية، طارق سليمان حراس الأهلي الثلاثة جاهزون للمشاركة. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.